بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاضطهاد، 85% من اللي بيعانوا من الاضطهاد كانوا بيمارسوه في الصغر. 15% من الناس اللي كانت بتمارس الاضطهاد استطاعوا انهم يتخلصوا منه في الكبر. الاضطهاد 3 أنواع: اضطهاد جنسي وجسمي ونفسي. الجنسي موجود في البلاد الغربية، وموجود بنسبة أقل في البلاد العربية، ومصر استطاعت أنها تحط بعض القوانين اللي بتعاقب على هذا النوع من الاضطهاد. الجسدي، الضرب، وده مخل للضارب والمضروب، ولم يرد أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أي حد من زوجاته. أما الاضطهاد النفسي فإننا بنستخدم التهديد والتخويف والتأنيب. لو عندك المشكلة دي بسرعة ازاي تتخلص منها؟ اكتب ما تعاني منه وحدد نوع الاضطهاد اللي انت بتعاني منه، جسمي او نفسي او اجتماعي، وبسرعة دون نوع هذا الاضطهاد وحاول التخلص منه. طب ليه؟ لان ممارسة هذا النوع من الاضطهاد في الصغر سيؤدي الى ممارسته ضدك في الكبر. ليه؟ لانه كما تدين تدان. في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.